من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في المباحات مثل أنه يأكل ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويلبس ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يؤجر؟ الأصل أن الأجر يرتب على ما أمر به، سواء كان الأمر هو أمر إلزام أو أمر تخيير، فيكون في المباحات والواجبات. الآن الأمور يكون في المستحبات ويكون في الواجبات، أما الأمور المباحة التي هي شكل اللباس وكذا، هذه الأصل فيها عدم وجود أجر، لكن إذا كان يفعل ذلك حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤجر على حبه، ولكن لا نقول إن شكل اللباس أو لون اللباس أو كذا هو الذي يترتب عليه الأجر.